حباكم ليكي حبيت نضلكم على واحد الحاجه ما عرفتش كيفاش نسميها شغل ماشي ما عرفتش كيفاش نسميها ما عرفتش كيفاش نصنفها اسكو نصنفها مع لي ديسير اسكو نصنفها مع الماكولات اسكو نصنفها مع الخضر مع الفواكه يعني انا حبيت نهضركم على الخفاف الخفاف كان واحد اخرين يعيطوا له السفنج باش نديروكم في الصوره هاوليك الخفاف اكيد تقعد مع راسك الخفاف ما بالكش عم نصنفوا اسكو تصنفوا مع لي غاطو مع 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 الخضر مع الفواكه مع هو الخفاف كي تسقسي تقول شنو انت يقول لك يا خونا مرسوع جين والحمد لله يا بصح معمر بالكوليسترول شيخ خاش الخفاف باش يطيب لازم تدفنوا في الزيت خو شكون سما جد باباه الخفاف انا قلت تحكم العجين دخلوه في الزيت وين راهو جد باباك الخفافيز اين هي الخفايا ما يقدروش من با يعيطوا لهم فرونسي زعما الخفاف وي امينا سافا تو فا بيان تو سي جي مونجي توت الور دي ليجي واجي ادوري دو بيتي ليجي زعما زوج خفافات اه سيتي سوبر بون هذاك حبه خفاف فيها الكوليسترول اكثر من قرعه زيت هذيك ايليو هذيك تاع 5 لترات صالي سماه خفاف كان خابطها بالزيت سي با نورمال هذا تقدر تسماه ثقال وي الزيت والعجين وكاين اللي عندهم مستوى عالي في الخفاف ياكلوا واحد الخفافه واسمها سبيسيال نقول لكم كش عامله سبيسيال كيف سبيسيال هي يحكم حبه خفاف ويحكم حبه قلب اللوز ويغلق الحبه خفاف تقول لي كوبري قلب اللوز مع الخفاف شايف 600 مليون كالوري نورمال وعلى بالك حبه خفاف شحال فيها لي كالوري الوغ لا سبيسيال على بالك شحال فيها الحريرات تحرحرك حياتك كاع وانت دير سبور ما تقدرش نحي حبه خفاف من الكور امبوسيبل هذا ماذا بيا ليكيب كاع كيما راكم عطونا رايكم في لي كومونتير اسكو عندي الحق ولا لا باسكو جو بونس كو سي مالادي